كتب للسينما وللدراما وقدم أجمل الأغاني في تاريخ كبار المطربين. شيكابالا أحرف من صلاح؟ لو سألتي صلاح نفسه هيقولك إن شيكابالا أحرف من صلاح. إيه رأيك في الفنانين اللي بيرفضوا التلامس في الأعمال الفنية؟ اللي مش عايز يمارس الفن ما يمارسوش من غير ما يصدعنا. ويجز، مروان بابلو، أبي يوسف، مين في دول ممكن تخوض مغامرة جديدة وتكتب له؟ أنا مش عارفهم. أنا شفت ويجز بيمثل، فهو الوحيد اللي أنا شفته أعرفه بيمثل. أنت اللي اخترت العزلة بنفسك، روحك شبابية وأقول عادي. هقول يقول. هل الفنان ينفع يكون سلفي أو السلفي ينفع يكون فنان؟ هو سؤال يعني إيه صعب شوية. الكاتب والمؤلف مدحت العدل في حبر سري الموسم الثالث مع الإعلامية أسماء إبراهيم، الخميس والجمعة 17 و18 نوفمبر الساعة 11 مساء حصريا على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.